للحدث مشاهدينا، ننتقل لمتابعة كلمة وزير الاتصال على هامش مراسم حفل إطلاق السيد رئيس مجلس الأمة، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد الوزير الأول، الناطق الرسمي بالنيابة باسم رئاسة الجمهورية، السيد الوزيرة، السيد رئيس سلطة الضبط السمعي البصري، السيد المدير العام للتلفزيون، السادة أعضاء البرلمان بغرفتيه، السادة والسيدات رؤساء المجموعات، السيد المدير العام للإذاعة، السيدة المديرة الرئيسة المديرة العامة لوكالة النهر النشر لانيب، السيد المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي تيديا، السيدات والسادة الحضور، عائلة الإعلام والصحافة، السلام عليكم ورحمة الله. ها نحن بعد مسار مثمر ومسؤول من اللقاءات التشاركية والتنسيق المؤسساتي البناء، نشهد إطلاق أول قناة تلفزيونية عمومية برلمانية في الجزائر، والتي كان السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر بالإسراع في استحداثها. إن إنشاء هذه القناة التي جاءت تنفيذا للتعهد رقم 36 لسيد الرئيس تكتسي أهمية بالغة، كونه يندرج في إطار سياسة تطوير المشهد الوطني الإعلامي وتعزيز الصرح المؤسساتي ذي الصلة والمكرس في المادة 54 من دستور 2020 التي نصت على إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية ومواقع وصحف إلكترونية. ومما لا شك فيه أن هذه القناة من شأنها المساهمة في تعزيز حق المواطن في المعلومة الصادقة والموضوعية وتقوية دور الإعلام المؤسساتي، لا سيما عن طريق أداء احترافي يطور علاقة الثقة بين المواطن ومختلف المؤسسات والهيئات الوطنية. كما ستساهم القناة البرلمانية في خلق علاقة تكامل وتنسيق بين البرلمان وباقي المؤسسات والهيئات من أجل دعم جهود بناء الجزائر الجديدة والتصدي للمخططات العدائية التي تستهدف بلادنا، لا سيما بواسطة حروب الجيل الرابع. من هذا المنطلق، فإن قطاع الاتصال يجدد استعداده الكامل للتعاون مع البرلمان الوطني بغرفتيه ومع مختلف الشركاء من أجل إنجاح نشاط القناة البرلمانية، التي ستكون كذلك فضاء لتعزيز وترقية التعاون والتبادل لخبرات مع ممثليها الإقليمية والدولية. ومن محاسن الصدف أن يتم إطلاق هذه القناة في توقيت زمني فارق تميزه أساساً ديناميكية نشاطات للإقناع وللإقلاع الاقتصادي ولاستعادة موقع الجزائر المستحق جهوياً ودولياً، إضافة إلى ما ستشهده بلادنا قريبا من مواعيد ومحطات هامة على غرار الاحتفاء بالذكرى 60 لعيد الاستقلال والشباب واحتضان الألعاب البحر الأبيض المتوسط وقمة جامعة العربية. بالنسبة للاقتصاد، لقد أكد السيد رئيس الجمهورية على أن 2022 ستكون بإذن الله سنة اقتصادية بامتياز. إن هذه المواعيد ستكون مناسبة متجددة لبروز مهنية مختلف وسائل الإعلام والاتصال التي برهنت خاصة في مثل هذه المناسبات على حسها الوطني واحترافيتها في مسيرة الوطن، وكذا في إبراز الإنجازات الكبرى لبلادنا في شتى المجالات. ختاما، أجدد شكري لكل المساهمين في ميلاد القناة البرلمانية، متمنيا لطاقمها كل التوفيق والنجاح، ولأسرة الصحافة الوطنية مزيدا من مكاسب والتألق. وهنا ما نمشيش بدون أن نشكر كل فاعلين، كل اللي شاركوا في ميلاد هذه القناة، وأنا على علم بأن كل التقنيين والصحفيين وكل ما شرف عليها هم شباب، وأنا دائما نمن بأن الجزائر أكبر ثورة على الجزائر هي شبابها،
وحنا ثيقين في الشباب هذا لأنه حامل رسالة شهدائنا الأبرار اللي هم ضحوا بأرواحهم، وحنا شبابنا يبذل جهود لمواصلة المشوار بإذن الله، مشوار شهدائنا الأبرار. ومرة أخرى مبروك علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.